الدولار الأمريكي لا يزال مستقر أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات، وسوريا للتجارة تبدأ بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين، وخبير اقتصادي يتحدث عن عدم منطقية أسعار السلع في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار الذهب في الداخل السوري على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، وتستمر استقرار أسعار الصرف في الداخل السوري لقرابة الشهرين على التوالي. ارتفع فيهم الدولار بشكل طفيف في بعض المحافظات، ولكن في الأغلب يسجل استقرار أمام العملة الوطنية السورية. وهنا الأزمة لا تتمثل في استقرار سعر صرف الدولار أو حتى تراجعه، إنما المشكلة الحقيقية تتمثل في أسعار السلع والخدمات التي تشهد ارتفاع كما ذكرنا ليس كل يوم أو كل أسبوع، وإنما كل لحظة. الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي جورج خزام بأنه لن يكون هناك أسعار منطقية بالسوق في ظل وجود دخل ورواتب غير منطقية للمواطنين. وأوضح جورج خزام أن السعر يتم تحديده بحسب التكاليف الحقيقية المدفوعة من قبل المنتج أو المستورد، ولا يتم تحديده بحسب متوسط الدخل الفردي. وأضاف جورج خزام إن أي تدخل سلبي من التموين بطريقة غير علمية باقتصاد السوق بفرض أسعار تقترب من تكلفة الإنتاج سوف تكون نتيجته توقف الإنتاج وتصفية الأعمال وتراجع العرض والمزيد من ارتفاع الأسعار. وأشار جورج خزام إلى أن هذا ما يحدث دائما مع المداجن وارتفاع أسعار الفروج والبيض. وأكد جورج خزام أن من يحق له وضع الأسعار فقط من لديه بضاعة للبيع. وأكد جورج خزام كذلك أن التصدير هو المخرج الوحيد حاليا لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار وإدخال دولار. وخلال تصريحه على صفحته الرسمية على فيسبوك قال جورج خزام إنه يجب تغيير بعض القرارات في السياسة المالية والاقتصادية، والتي منها إلغاء قرار المصرف المركزي بتعهد التصدير بإلزام المصدرين بتسليم المصرف المركزي لقيمة صادراتهم بالدولار بسعر الصرف الرخيص مما يكبد المصدرين خسائر من فرق التصريف، كذلك إلغاء منصة تمويل المستوردات. وأكد جورج خزام أنها السبب بارتفاع التكاليف وتراجع كمية المواد الأولية اللازمة لصناعة البضائع المعدة للتصدير. كما طالب جورج خزام بإلغاء أو تخفيض جميع الرسوم على الصادرات لأدنى نسبة ممكنة. ويرى جورج خزام أن تلك المطالب لو تحققت مجتمعة سوف ينهض الاقتصاد السوري من كبوته، وبالتالي سيسهم الأمر في تراجع الأسعار التي أصبحت جنونية وفوق تحمل الجميع. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة، إن حييت بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ يا صاحبي إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك رسميا 11500 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 12600 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية ليسجل مستويات 13950 ليرة للبيع و13750 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن المئة دولار هتساوي 1,375,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، السورية للتجارة تبدأ بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين. وفي التفاصيل، بدأت المؤسسة السورية للتجارة بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين بعد فرزها وتوضيبها بمراكز فرز المؤسسة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وذلك ببرادات المؤسسة. وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
أنها تهدف من خلال المؤسسة السورية للتجارة إلى تسويق أكبر قدر من الحمضيات لهذا الموسم حسب الإمكانات المتوفرة، وستستمر المؤسسة بعملية التصدير حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى مواصلتها تسويق الحمضيات وتوزيعها على صالات ومنافذ البيع المنتشرة في جميع المحافظات. وأشارت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لخطة مجلس الوزراء بمتابعة مستمرة من الوزارة لتسويق أكبر قدر من الحمضيات داخل سوريا وخارجها دعما للفلاحين. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم السبت، فقد سجلت ارتفاع كبير على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف دولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم السبت، سجل دولار في دمشق 13950 ليرة للبيع و 13750 ليرة للشراء، وسجل دولار في حلب 14050 ليرة للبيع و 13850 ليرة للشراء، وسجل دولار في إدلب 14400 ليرة للبيع و 14300 ليرة للشراء، وسجل دولار في الحسكة 14400 ليرة للبيع و 14300 ليرة للشراء، وسجل دولار في منبج 14600 ليرة للبيع و 14550 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14450 ليرة للبيع و 14400 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15217 ليرة للبيع و 14993 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10183 ليرة للبيع و 10029 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17489 ليرة للبيع و 17229 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 484 ليرة للبيع و 475 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3727 ليرة للبيع و 3671 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45413 ليرة للبيع و 44737 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3800 ليرة للبيع و 3743 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3840 ليرة للبيع و 3782 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19708 ليرة للبيع و 19417 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 451 ليرة للبيع و 443 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم السبت، سجل جرام الذهب عيار 24 896000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 787000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 675000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2000 دولار فاصل 41 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,394,000 ليرة سورية اللي بتساوي 450 دولار فاصل 28 سنت، وسجلت أونصة الفضة 336,005 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 66 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,804 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم السبت، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان، ليسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك، علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.